هو الزمالك طلب ايقاف القيد للاهلي والنادي البرتغالي؟ ايوه تمام الاهلي حكم فض المنازعات براه من اي اتهامات، تمام وده مهم قوي انك تعرفه، تمام ان النادي الاهلي لم يتم اساءه له باي اتهامات بحكم اول درجه. طيب انا عايز اسالك سؤال عشان حضرتك تتكلم، مش هسال غيرك. لما تيجي النهارده تبص ليه التصريحات اللي طالعه من النادي الاهلي يعني زيته وزمبليطه ان النادي الاهلي انتصر، لما تبص طبعا للتصريحات لنادي الزمالك هتلاقي زيته وزمبليطه ما اكن انا الزمالك بسألك، انتصر. ما فهمني بقى، عايز افهمها بقى عروستي. انا بقول لحضرتك، انا بقول لك الامور في نصابها الصحيح، تمام طلبات النادي الزمالك ايه والحكم صدر ايه. الاهلي انتصر على اساس ان الحكم لم يشير باتهامات ضد النادي الاهلي من قريب او من بعيد، لان الشكوى مقدمه بطلبات معروفه. النادي الزمالك طالب طلبات تعويض 9 مليون دولار، ايقاف كهرباء، ايقاف النادي البرتغالي، والشكوى ضد النادي الاهلي. لما نيجي نشوف بس تعويض الزمالك شايفها انتصار. يا فندم، احنا بنقول ده حكم تمهيدي، تمهيدي تمام لسه بدري، تمام لسه بدري يا كابتن مهيد، لسه بدري، لسه بدري عشان حد يفرح، طب ما ممكن لسه الزمالك بدري. يستأنف، ممكن الزمالك يستأنف. ممكن الزمالك يستأنف واحنا هنستأنف، تمام يعني لسه الموال طويل شوية قصدك. لسه بدري يا فندم. انا تمام بقول لحضرتك ده حكم انت قلته، لجنة صد المنازعات، الحكم ده التمهيد. وكهربا يقدر يشارك عادي. يقدر يشارك عادي طبعا، لان الحكم لم يصدر ضد الكهرباء بايقافه. تمام انت فاهمني حضرتك؟ تمام لما تيجي تبص على طلبات نادي الزمالك، 9 مليون دولار، 2 مليون دولار لحكم التمهيد. ايقاف كهرباء؟ لا، مفيش ايقاف لكهرباء. تمام ايقاف النادي البرتغالي فترتين كده؟ لا، مفيش ايقاف فترتين كده. الا لما يصدر حكم نهائيا من المحكمه الرياضيه، اللي هو ممكن يلغي التعويض، ممكن يقل التعويض او يخفضه. انت فاهمني حضرتك؟ فلسه بدري، لسه بدري، يعني لسه بدري لما نيجي نتكلم ان كهربا خسر. لا لسه يعني بالامانه كده، مين اللي يبقى مبسوط ومين يبقى متضايق؟ والله انت عايز رايي، ولا حد يبقى مبسوط ولا حد متضايق، لان طلبات الزمالك انا قلتها لك، يعني الزمالك كان عايز 9 مليون دولار، اتحكم له الحكم ما هو التمهيدي. ممكن الزمالك زود قوي عشان يوصل للمبلغ اللي هو عايزه. ممكن، وممكن كهربا بالطعن بتاعه يلغي الغرامة دي تماما.